طيب، الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بكم إلى مساء يمني جديد. التقى اليوم نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح في مدينة عدن بمحافظ محافظة شبوة عبد الله علي النسي. اللقاء ناقش أوضاع المحافظة وما تشهده من مستجدات على مختلف الأصعدة، بما فيها أداء المكاتب التنفيذية ومستوى الخدمات الأساسية. الخدمات الأساسية هذه يعاني منها مواطنو شبوة بشكل يومي، وتساهم في رفع معاناتهم وزيادة الأوضاع الإنسانية سوءا في المحافظة. حاليا تتداول الأنباء عن استعدادات الجيش الوطني وبالتنسيق مع المقاومة الشعبية لاستكمال تحرير المحافظة من الميليشيا في مديريات بيحان وعين وما تبقى من مديرية عسيلان، إذ أعلنت القيادة أنها بانتظار ساعة الصفر من القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الرب منصور هادي لبدء المعركة. من جهة أخرى، يجري الحديث عن موانئ شبوة كإحدى أهم المنافذ البحرية التي تستخدمها الميليشيا لتهريب الأسلحة وتعزيز قواتها الانقلابية في الجبهات. وكانت طائرات التحالف قد ألقت مساء الجمعة منشورات تحذيرية للسفن الراسية في ميناء قنا المعروف بميناء بئر علي، تبلغها بضرورة مغادرة الميناء لتجنب القصف الجوي من قبل التحالف. اعتبر مراقبون هذه الخطوة تصعيدية من قبل الحكومة والتحالف في إطار تجديد حظر الأسلحة على الميليشيا، وهذا يطرح تساؤلات: ما هي حقيقة موضوع تهريب الأسلحة عبر موانئ شبوة؟ ومن يقف وراءها؟ ومن يسمح لها بالمرور على طول 470 كيلومترا هي المسافة التقريبية بين ميناء بئر علي ومديرية عسيلان؟ ما هي أسباب تأخر الحكومة الشرعية ممثلة بقوات الجيش والمقاومة الشعبية عن تحرير ما تبقى من المحافظة رغم أهميتها الاستراتيجية؟ ثم لماذا تشهد المحافظة إهمالا واضحا في الخدمات الأساسية من قبل الحكومة؟ مشاهدينا الكرام، محاور حلقتنا هذه نناقشها مع ضيفنا عبر السكايب من نيويورك الباحث والناشط السياسي أحمد الصالح، وعبر الهاتف من شبوة نائب مدير الشرطة العميد أحمد ناصر الأحول ورئيس منظمة خطوات للتنمية المدنية أحمد عيدروس، وعبر الهاتف من الرياض الناشط الإعلامي ياسر الصائلي. نبدأ نقاشنا مشاهدينا الكرام بعد متابعتنا وإياكم لهذا التقرير. بيحان وعسيلان وعين مديريات لا زالت تحت سيطرة الميليشيا بمحافظة شبوة، أما معظم المدن بما فيها عتق فأصبحت تحت سيطرة الحكومة الشرعية منذ أغسطس من العام الماضي. تتمتع شبوة بموقع استراتيجي مهم جنوب شرق البلاد، إذ يوجد فيها ميناء بئر علي الاستراتيجي الذي تقول الأنباء إنه يستخدم حتى الآن لتهريب السلاح للانقلابيين. وقبل أيام تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور التي قالوا إنها لقاطرات تستخدم لتهريب السلاح للميليشيا. اليوم نشرت صحيفة الشرق الأوسط أن قوات التحالف ألقت منشورات تحذيرية للسفن الراسية على موانئ محافظة شبوة منذرة إياها بالقصف ما لم تغادر خلال ليلة واحدة، وأضافت أن مقاتلات التحالف منعت وصول عدد من السفن إلى ميناء المحافظة في محاولة لمنع تهريب الأسلحة. قبل أيام احتضن مقر اللواء 19 مهرجان إشهار المقاومة الشعبية في مديرية بيحان، وقال قائد المقاومة الشيخ صالح الحارثي إن المقاومة باتت على أهبة الاستعداد وتنتظر إعلان ساعة الصفر من رئيس الجمهورية لبدء معركة تحرير بقية المديريات بالاشتراك مع قوات الجيش الوطني. أظن نبشركم بالنصر. الهدف هو دحر الميليشيات الحوثية والعفاشية من محافظة شبوة. مراقبون قالوا إن استكمال تحرير محافظة شبوة تعتبر خطوة أساسية مهمة في طريق استعادة الدولة، لا سيما مع الحديث عن استخدام موانئها في تهريب الأسلحة، وأيضا لاعتبار موقعها الجغرافي الذي يربط الجنوب بمحافظة مأرب التي تدور فيها حاليا معارك استكمال التحرير وتتركز فيها القوة العسكرية الرئيسية للحكومة الشرعية والتحالف. الوضع الإنساني في المحافظة يعاني من تدهور كبير على مستوى الخدمات الأساسية والخدمات الأخرى في ظل إهمال الحكومة الشرعية وتجاهل دول الجوار التي كان لها دور إيجابي كبير في تحسين الخدمات وتنفيذ مشاريع تنموية في محافظات جنوبية أخرى. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. بداية أرحب بضيفي عبر سكايب من نيويورك الباحث والناشط السياسي أحمد الصالحي. أهلا بك أستاذ أحمد. مرحبا.
حياكم الله أستاذ أحمد. يعني يوم الجمعة ألقت طائرات التحالف العربي منشورات تحذر السفن المتواجدة في ميناء بئر علي من ضربات متوقعة لها إذا لم تغادر الميناء. هذا يأتي بعد تواتر أنباء حول تهريب أسلحة للحوثيين عبر هذا الميناء إلى مناطق سيطرتهم. كيف تقرأ هذه العمليات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً في البداية يعني أشكر قناة بلقيس على أول استضافة لي في هذه الشاشة، وكنت أتمنى من تقريركم بأن يعطي فكرة كاملة للمشاهد الكريم حول ما هي، من هي شبوة وما هي شبوة. ولو سمحت لي في دقيقتين على عجالة سوف أتكلم في هذا الموضوع. شبوة تفضل. هي ثالث أكبر محافظة داخل الجمهورية، مساحتها الكبيرة مترامية الأطراف، لا يوجد لها شبيه جغرافي داخل الجمهورية من حيث التركيب الجغرافية، حيث أنها تتكون من سلسلة جبلية معقدة كبيرة جدا وصحراء ليس لها طرف ومناطق ساحلية كبيرة ووديان وسهول، وهذا ليس موجود في أي مكان. بالإضافة إلى شيء آخر أو بمعنى أدق، مساحتها الجغرافية تستطيع أن تقول هي تقريبا قرابة 50,000 كيلومتر، تشبه في الحجم مثل محافظة صنعاء وأمانة العاصمة وتعز وإب وذمار وحجة والمحويت وريمة، يعني محافظة كبيرة جدا. ولهذا يعني ما أعطي لها لا يوازي 10% من حجمها الفعلي ومن قيمتها أيضا، هي تورد للدولة قرابة 37% من الإيراد العام للدولة. ولهذا شبوة أهملت إهمال كبير جدا رغم التضحيات التي قدمتها كثيرا، وهنا يتحمل المسؤولية بالطبع هي الحكومة الشرعية، ونحن يعني نتواصل مع بعض الإخوة والمسؤولين داخل المحافظة الذين لم يؤلون جهدا أبدا خلال الفترة السابقة، سواء أيام الحرب في بدايتها أو حتى فيما بعد لفرض الأمن والاستقرار. المحافظة تعاني كثيرا، وحاليا ما يقام فيها هي بإمكانيات فردية متواضعة جدا. أنا تواصلت مع بعض الإخوة في الأمن وفي الجيش وفي المقاومة الذي موجود هناك، ليس لهم رواتب وليس لهم تغذية وليس لهم كثير. طيب سنعود إلى هذه النقطة أستاذ أحمد، دعنا ننتقل إلى جزئية استخدام الميناء من قبل، يعني هناك فهمت منك أن مناطق شاسعة بالتالي من الصعوبة تركيز السيطرة على هذه المناطق. كيف تقرأ عمليات التحالف بتحذير هذه السفن وعمليات تهريب الأسلحة التي تنتشر أخبارها الآن للميليشيا؟ الحقيقة أنه فعليا لم يثبت فعليا بأن هناك حصل عمليات تهريب، والدليل على ذلك أن المنشورات التي أصدرت قوات التحالف لم تلقيها إلا أمس، والميناء كان مفتوح يستقبل قوافل النفط وغيرها من الأمور، الأمر أو مسؤول من الجميع، بحيث أنه ليس من الممكن يتخيل عاقل بأن قوات التحالف تنظر إلى هذه الأمور بأنها تجري كتهريب وتذهب إلى ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وهي ترى ذلك. فأعتقد لم تثبت فعليا بأنها حصلت عمليات تهريب. حصل هناك جزء من الإشكاليات كتهريب نفطي للمشتقات واستخدمت داخل محافظة شبوة لأبناء المحافظة التي أيضا حصرت من بعض المناطق ومن بعض المصافي النهر التي لم تعطيها، توقفت الكهرباء لأيام طويلة جدا داخل المحافظة. ولهذا ما نشر أمس من منشورات تبع قوات التحالف التي أرسلتها للسفن في ميناء قنا في بئر علي يثبت بأنه لم يثبت فعلا سابقا بأنها حصلت. طيب إذا لماذا نشرت قوات التحالف هذه المنشورات برأيك؟ أعتقد يعني بأن هذه الأمور احتياطية لكثرة السفن الدارجة على هذا الميناء ولعدم وجود كنترول يستطيع التحكم في هذا الأمر، فمن باب أولى وجدت نفسها بأنها مضطرة بأن تعطيهم تحذير لئلا يحدث هناك ضربة، لأن السلطة المحلية في المحافظة إمكانياتها متواضعة جدا ولم تدعم لا من قوات التحالف ولم تدعم من الحكومة الشرعية، ولهذا لم تستطع السيطرة على هذا الموضوع، وفي أي لحظة قد تطور الأمر وتحصل عمليات تهريب مستقبلية. أما فعليا وشيء مثبت لم يحصل عمليات تهريب لا أسلحة ولا غيرها من الأمور، ومشتقات النفطية كانت تمر على مرأى ومسمع من كل من الجميع، وكانت تمر تستخدم في المحافظة التي لم تعطى أي مشتقات نفطية لا من مصافي مأرب ولا من مصافي عدد، وهذا كان من الإجبار بالمكان على المحافظة المترامية الأطراف بأن تستورد المشتقات النفطية من البحر ومن الشركات الأجنبية، وهذا ما حصل فعليا. لهذا يعني يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها والمنطق صحيح. نحن ضد التهريب ومع أي تصرف لقوات التحالف والحكومة الشرعية والمقاومة والسلطة المحلية في دحر والسيطرة ووضع كنترول على هذا الأمور، ولكن أيضا هذا لا يعني بأن تمنع المحافظة من استيراد مشتقاتها النفطية واحتياجاتها التي طيب. منعت منها من بعض الموانئ الأخرى. جميل. طيب سنعود إلى هذه النقطة أستاذ أحمد، اسمح لي أن أرحب والمشاهدين الكرام بالعميد أحمد ناصر الأحول نائب مدير الشرطة بشبوة. مساء الخير سيادة العميد. نور العافية على سلامكم. حياكم الله سيادة العميد. هناك أنباء عن أن هناك مسلحين يحتلون بعض المكاتب الحكومية في مدينة عتق، في حال صحة هذه الأنباء إلى أي الجماعة ينتمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
أولاً بالنسبة لرديم كعتك وشبوة بشكل عام، هي تعتبر من أكثر المحافظات أمناً خاصة المحافظة المحررة. وعتق الحالة الأمنية فيها برغم كل الإمكانيات وشحتها وقلتها وعدم الدعم المركزي، لكن الأمن فيها هو يعتبر حالة جيدة جدا وأفضل من جميع المحافظات. ونحن رتبنا عندنا خطة، نزلنا في بداية الشهر هذا نزلنا خطة هو تقسيم العاصمة عتق إلى عدة مربعات، وتم اتخاذ الإجراءات فيها وتم تنفيذها بالإشراف من قبل الأخ مدير شرطة شبوة العميد أحمد صالح عمير، وكذلك محافظة شبوة العميد عبد الله مدين، وكذلك توجيهات الأخ نائب رئيس المعالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الأخ حسين عرب، والذي كان مشرف إشراف كامل على الأمن في المحافظة. نعم. الآن في عندنا خطة أمنية ولم تسجل أي، يعني أن تم في وجود أي مسلحين ينتمون إلى أي جماعة خارجة عن نطاق الدولة في أي مبنى حكومي في عتق؟ لا مش إلى الدرجة هذه. هناك بعض المسلحين، والآن إحنا بالنسبة للسلاح هو يعتبر في عاصمة المحافظة غير. طيب هؤلاء المسلحين القلة الذين يتصفون بالقلة يتبعون من سيادة العميد؟ لا توجد لهم، لا توجد أي اجتماعات حزبية أي لهم نهائيًا. إنما في هناك كثير من البلاطجة والذي استغلوا الامتلاك الأمني الذي كان سابق، فكانوا تواجدوا ولكن الآن مواجدين جدًا. وليس من الفتيل بالنظر نهائيا. يعني نحن نزلنا خطة قبلت في بداية الشهر هذا، والخطة تمشي كويس ولم تسجل أي حوادث أطلاقا إلا ما تم ضبطها مباشرة. طيب أستاذ سيادة العميد، قبل قليل نفى الأستاذ أحمد الصالح وجود عمليات تهريب للأسلحة من خلال ميناء بئر علي، يعني هو نفى وجودها أو نفى على الأقل عدم وجود دليل لذلك. باعتبارك أنت في السلطة المحلية ومسؤول أمني في شبوة، هل هناك أي معلومات عن أي تحرك من هذا القبيل بالنسبة لميليشيات الحوثي؟ لا، بالنسبة للأسلحة وتهريبها عبر شبوة وخاصة عاصمة المحافظة لا توجد نهائياً، وإنما هناك في دعايات إعلامية كثيرة، وحقيقة أنا أستغرب هذه الدعايات. الأخ العزيز قائد المحور حقيقة تعرض قوي جدا في هذا الموضوع، وقام بنشر النقاط وأيضا كذلك بالنسبة للمحافظة على السيئات لم توجد تهريب للأسلحة نهائياً على الإطلاق في عاصمة المحافظة على الإطلاق نهائياً. وهذه ثابتات إعلامية، هو في بعض الناس يستغلوا الحدث هذا، لكن أنا أؤكد لك تأكيد خلص ومطمع من الواقع، لا توجد تهريبات على الإطلاق داخل العاصمة عتق نهائياً. طيب إذا ما انتقلنا لمحور عسكري أكثر ما هو أمني، محور عملية تحرير بقية المديريات التي تقبع تحت سيطرة الحوثيين، أين وصلت هذه التحضيرات بحسب علمك؟ بالنسبة لنا احنا كان هو شأن أمني. نعم. وهو تأمين المناطق المحررة والحفاظ عليها من والحفاظ على المناطق المحررة. بالنسبة للأخوان في المجال في العمليات العسكرية، نعم أعرف هذا الموضوع وممكن يحول السؤال لهم. نعم. طيب أستاذ أحمد، يعني الآن هناك شكاوى من كثير من صعوبة الوضع المعيشي في هذه المحافظة. أنتم في السلطة المحلية هل تواصلتم مع الحكومة رئيس الوزراء خالد بحاح وكذلك رئيس الجمهورية لدعم المحافظة بالمزيد خلال الفترة القادمة؟ كما أي محافظة من المحافظات المحررة ولا بد أن توجد فيها نوع من الإخلالات ونوع من الأزمات، يعني سواء كانت الأزمات المادية أو غيرها. لكن حقيقة إذا نظرنا الأيام
القريبه هذا القريبه، نلاحظ الاخ رئيس الجمهوريه حفظه الله بدا اهتمام كبير بالنسبه لمحافظه شبوه وغيرها من المحافظات المحرره، وادى الجهات الدوليه تحسين الردات المادي. برضه الاخ رئيس الوزراء علي الاخ رئيس الوزراء نائب رئيس الجمهوريه حفظه الله ايضا لا زال يتابع الاوضاع في شبوه متابعه غير عاديه يعني حقيقه، وكان حتى يقول معه مع الاخ محافظ محافظه شبوه في اليوم الاخير، وهو مهتم اهتماما غير عادي بموضوع المواطنين في المحافظه. طيب ازمات كبيره بتكون ازمات بسيطه ولكن الحمد لله. طيب بسؤال أخير سيادة العميد، يعني هل الوضع الأمني بداخل المحافظة يسمح بعودة محافظ المحافظة السيد عبد الله النسي إليها لمزاولة مهامه منها وليس من عدم باعتبار وجود المحافظ يمثل دفعة معنوية أكبر للسلطة المحلية وللمواطنين؟ بالنسبة للأخ المحافظ العميد عبد الله علي، هو قد اجى شبوه مباشره اثناء تحريرها مباشره وعاد الاوضاع تعبانه ومارس مهامه رغم كل الامكانيات التشريعيه اللي كانت معه، وهو يمارس مهامه من داخل العاصمه عتد ومتولي الامور كامله ويجتمع باللجنه الامنيه وبمجلس الدفاع العليا المحافظه، وهو قائم باعماله في اطار المحافظه. اما هناك يعني قد تكون عنده مهام زياره الى عدن او غيرها باعتبارها العاصمه المؤقته، ايضا لا لهم اشياء وشؤون هم ادرى بها، يعني ما هو يمارس عمله من داخل المحافظه بشكل يومي بشكل معتاد. إذا نائب مدير شرطة بشبوة العميد أحمد ناصر الأحول كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي من نيويورك عبر السكايب الأستاذ أحمد الصالح. أستاذ أحمد، يعني هل تعتبر عملية تحرير محافظة شبوة كانت عملية تحرير كاملة؟ يعني هناك كثير من يقولوا أن ما جرى كان تسليما للمحافظة ولم تشهد معارك تحرير بمعنى تحرير، وهناك الآن الكثير من أو ثلاث مديريات على الأقل تشهد تواجد لميليشيات الحوثي، كيف تقيم الوضع في شبوة من هذه الناحية؟ مثل ما بمساحة الجغرافية لمحافظة شبوة، شبوة قدمت الكثير من قوافل الشهداء خلال الحرب ولا يستطيع أحد إنكار ذلك. هناك كانت قيادة المحور داخل شبوة عبارة عن 5 ألوية، وهذه الألوية كانت تتبع المخلوع صالح، ومجرد أن حصلت الإشكاليات والدربكة في الحرب الجميع علم بأنه تابع للحوثي من داخل المحافظة، فكانت الإشكالية من داخل المحافظة بالإضافة إلى 5 ألوية أخرى من الحرس الجمهور التي أتت من مناطق أخرى من اتجاه البيضاء ومن اتجاه مارب. ولهذا محافظة شبوة كانت تواجه وحدها 11 لواء عسكري مجهزة ومعتدة. شبوة للأسف الشديد تعاني كثيرا من النسيج الداخلي لديها بسبب الثغرات التي لعب النظام المخلوع صالح خلال فترة حكمه إلى زرع الشقاق بين أبناء المحافظة لتوقف بأن تأتي مثل هذه المراحل. ولو أعطيتك معلومة بأنه منذ عام 1964 إلى عام 2014 خلال 20 عام من مضت هناك ضحايا للثغرات 3112 قتيل، يعني رقم كبير جدا على مستوى الجمهورية لا يوجد، ولهذا النسيج الاجتماعي كان مكتك. ولكن مع ذلك شبوه قدمت الكثير وقاتلت وهي فعلا محرمة. طيب بالتعليق على هذا الموضوع، إلى أي مدى نجح يعني المقاومة نجحت في تكوين صف واحد لمواجهة الحوثيين عندما أتوا إليها ونسيان هذه الثارات، وهل يعني تشكل عوائق حاليا؟ نعم هي شكلت جزء من العائق، ولكن مع ذلك كانت كثير من الأحرار والشراء الذين قدموا مصلحة الوطن على مصلحتهم وعلى ثاراتهم وعلى زراعتهم الداخلية الضيق، رغم وجود الجرائم وأنت تعلم هذه الدماء، ولكن مع ذلك كانوا في الصف الأولى مع خصومهم ومع من يتقاتلون معهم قبليا، كانوا في الصف الأولى وقدموا واختلط دم بين القبائل وأبناء المحافظة في كافة الجبهات منذ بيحان إلى آخر نقطة في المحافظة. المحافظة حررت بقوة السلاح ولم تحرر باستسلام وتسليم، والدليل على ذلك أنه ما يحصل في في في, في أطراف الشمالية في بيحان وفي عين. لهذا محافظة شبوه هناك أيضا إشكالية لا زالت تكمن في داخل في مديرية بيحان عين وسيلان، أنه هناك كثير من الموالي الحوثي من السادة والأشراف الذين تمسكوا بالحوثي لأنه لم يجدوا الأمان من أبناء المحافظة الأخرى، ظن منهم بأنها سوف تكون هناك فترات انتقام، وكان يفترض بأن يأتي الشرفاء والعقلاء من أبناء المحافظة وأبناء المديريات هذه بالذات بأن يمنحوا الصلح سلام لفترة مؤقتة على يعني بمجرد أن رحل الحوثيون أو خرجوا من تلك المنطقة وانطردوا من أجل أن يعم السلام داخل أبناء المحافظة، ومن ثم في فترات مستقبلية التاريخ والمحاكم والقضاء هي من سوف تحكم. أما أن نبدأ بالانتقام في فترات لا زال العدو في أطراف المحافظة هذا كان خطأ
جدا، هذا ما تدفع بها اليوم قيمته. مع ذلك نحن اليوم ندعو كل الشرفاء في ابناء محافظه شبوه ان يدعو الصلح وطرح السلطه المحليه والصلح. يعني إلى هذا السبب بالذات تعز بقاء هذه المناطق مسيطرة عليها من قبل الحوثيين؟ هي قلت لك من المشكلة، لأنه هناك أناس شاركوا الحوثيون من أبناء المحافظة في تلك المناطق، شاركوا الحوثيون الدخول، وهم يعرفون بأنهم مجرد أن يرحل الحوثي والجيش المخلوع بأنهم سوف يكونون مكان للانتقام، وقد تحصل فيهم أشياء كبيرة جدا. ولهذا الإشكالية هناك في أبناء المنطقة تلك، يجب أن يعطون الأمان، يجب أن تدخل هناك طرف ثالث لإعطاء صلح قبلي بين أبناء تلك المناطق، على أساس أنه المشكلة مشكلة محلية بين أبناء المحافظة، والتاريخ سوف يحاسب الناس في المستقبل. أما اليوم أنا نجعل إشكالية بين أبناء المحافظة ونأتي بطرف ميليشيات الحوثي وصالح لتكون هي حاجز، هؤلاء فيها إشكالية كبيرة جدا، وهذا يتحمل المسؤولية هنا الحكومة المركزية في عدن، يجب عليها بأن ترسل لجان كبيرة جدا من مشايخ القبائل ومشايخ الدين والشخصيات الاجتماعية المهمة لإعطاء فرصة صلح قبلي بين أبناء المحافظة عموما وبين أبناء تلك الميليشيات على وجه الخصوص، أن هذه المرحلة يكون فيها صلح عام لطرد تلك الميليشيات وإخراجها، ومن ثم في المستقبل هناك سوف يكون قضاء لا محالة، سوف تكون دولة، وسوف يكون والتاريخ يحاسب كل من أخطأ وكل من خان وكل من ساعد العدو في تلك المرحلة. ولكن في هذه المرحلة يجب أن نتنافى الجراء الداخلي ونطرد هذا العدو الخارجي العميل لإيران وهذه الأذناب التي قتلت وعثت في الأرض فسادا، ومن هنا نستطيع بأن نقيم، يجب أن يعلم المحافظة محافظة أساسية ومركزية وهي خاصرة الوطن. ولهذا يجب على الجميع بأن يتنازلون لبعضهم البعض، وأن الشخصيات الاجتماعية والقبلية بأن تحاول تسعى لفرض صلح قبلي بين أبناء المحافظة على الأقل لمدة عام، ومن بعد هذا الصلح سوف بخير لاحقا. طيب أستاذ أحمد ابقى معنا، سنذهب إلى هذه الاستطلاعات الرأي من شبوة حول الوضع الأمني في المحافظة بشكل عام، نتابع هذه الاستطلاعات ثم نعود مشاهدينا. بالنسبة للمحافظة أبناء شبوة يعني صراحة يعني هم أمنها أصلا، إذا أرادوا يمنوا محافظتهم يمنوها، وإذا أرادوا أن يخلوها ممر للتهريب فهي اعتبرها ممر للتهريب في الوقت هذا. ما أدري هل دعم، ما في دعم يتلقوا المسؤولين اللي في المحافظة هنا من أصحاب التحالف، ولا تقصير من المسؤولين هنا في مسألة الجريمة منتشرة بكثرة، ولا عمليات التهريبات كمان منتشرة هنا عبر المحافظة هذا، ولا حسيب ولا رغيب. من ضمن الحلول الأضافية التي تساعد في استجاب الأمن في محافظة شبوة تكاتف المجتمع والوعي الاجتماعي بأهمية الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة. إذن تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام هذه الاستطلاعات الميدانية من شبوة. ينضم إلينا الآن الناشط السياسي ياسر الصايلي معنا عبر الهاتف، اهلا بك ومساء الخير استاذ ياسر. استاذ ياسر هل تسمعني؟ استاذ ياسر الى حين تجهيز الاتصال بشكل مناسب اعود الى ضيفي أحمد الصالح الباحث والناشط السياسي. أستاذ أحمد يعني لربما خلفوا قليلا من استطلعنا آراءهم في شبوة حول موضوع التهريب، يعني هل نجحت السلطة المحلية بداخل شبوة في بسط الأمن على هذه المساحة الكبيرة، ومن ناحية الإمكانات المتواجدة لديها كيف تقيم العمل بشكل كامل، يعني من 10 مثلا؟ من 10 أنا أقيم على إمكانياتها البسيطة جدا، وعلى خلان السلطة المركزية لها أعتقد أنها أدت يعني بلاء عن 9 ما التقييم الذي أعتمد عامل مثل ما ذلك هو عبارة عن تهديد لما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي دون دليل. طيب. وأن هناك دليل كان قوات التحالف أحرص الجميع على ذلك، وقد سمعت أنت شرطة أعتقد يتكلم أكثر الكلام هذا، نحن لا نتكلم من باب فراغ، نستطيع أن نتهم الآخرين لكن لا نستطيع أن نثبت ذلك. الحوثي أيضا نشر هذه الإشاعة ليعطي دعم معنوي لميليشيات التي تقاتل في أطراف المحافظة بأن هناك سوف يأتيهم دعم، وفي الحقيقة لكن يعني حدوث هذه ونشر هذه الإشاعة بداخل أوساط أهالي في شبوة يعني مؤشر خطير أن هناك من يسمع له على كل حال. يعني صحيح الإشاعة هي شيء قاتل، وللأسف الشديد عامة الناس يتعاملوا معها بطريقة سلبية جدا، ولهذا نحن نقول من باب الدلائل قوات التحالف هي من كانت تسيطر على البحر وتسيطر على
وكانت هي أدرى وأعلم لو أن حصل هناك أي شيء ولو بنسبة 1% لكانت طائراتها قصفت ذلك، وهي قصفت أصغر معدات صغيرة جدا من الشبهة. ولهذا يجب علينا أن نسمي الأمور بمسماتها، لم تكن شبوه أي عمليات تهريب أسلحة خلوع والحوثي من طائرة أو من غيرها، مع العلم بأنه أيضا هناك نقطة غفلنا جميعا، هناك إشكالية لشبوه من الجهة الأخرى من الجهة الشرقية، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ما حصل في حضرموت المكلا على وجه الخصوص، شبوه معدة لهذه المحافظة. ولهذا فنعرف بأن هناك لا زالت تابع للمخلوع، لديه ولا مختلطة مع ما يسمى بين قوسين بالقاعدة أو داعش أو غيرها الأمور، يتوفر مناخ، لكن محافظة شبوه تقطع كل أحد، ولم يصل ولم يثبت أبدا وجود أي تهريبات تصل إلى الحوثي. المسافة مثل ما ذكرت أنت، المسافة بين مديرية عين وبين مديرية رضوم على البحر قرابة 400 كيلو بين مديريتين في شبوه. شبوه ليست محافظة مثل المحافظة التي تعتقد أنها بين جبلين، شبوة عبارة عن محافظة الأراب مساحتها كبيرة جدا، السيطرة عليها في ظل إمكانياتها التي اليوم موجودة يعتبر إنجاز كبير للسلطة المحلية والقيادة العسكرية بجنوب عميد أحمد الحميد الذين قبل جنودهم الذين يمنحهم المقاومة اليوم لم يوضعوا رواتب ولا تدخل أسفل جدا، مع العلم بأنهم مقاربة لهم إمكانيات رئيس الأرض عامل شيء. نعم نعم أستاذ أحمد. طيب سنواصل وإياكم ويعني مع معية الأستاذ أحمد والمشاهدين الكرام حلقة اليوم، لكن قبل ذلك نتوجه إلى فاصل قصير. مشاهدينا ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. خلال عام من احتلال ميليشيا الحوثي لليمن، عاشت محافظة شبوة وجها من أوجه الدمار ومساوئ سيطرة الميليشيا، قتل ونهب وتدمير وتشريد. انعكس ذلك بكل تأكيد على الأوضاع المعيشية وفاقم من معاناة المواطنين. شبوة جزء حبيب من هذا الوطن المنهك الذي لا يزال يدفع ضريبة عنف التحالف الانقلابي. في هذه المادة نستعرض أبرز الأحداث والتحولات التي شهدتها محافظة شبوة خلال عام الانقلاب وما تلاه. إذن تابعنا وإياكم مشاهدينا الكرام هذه المادة الجرافيكية التي حاولت تلخيص أبرز محطات العام الماضي. نشير مشاهدينا الكرام إلى معلومة أن يعني من قبل في يوم 22 من يناير من العام الماضي تحديدا، وعند استقالة الرئيس عبد الرب منصور هادي في وكان في صنعاء، أعلن لواء ناصر النوبة عن انفصال شبوة تأييدا لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ومحاولة لمواجهة الانقلاب قبل أن يذهب الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى عدن، ومن ثم تحدث الأحداث التالية. أشير مشاهدينا الكرام إلى أن اللواءين المكلفين بحسب المعلومات بتحرير شبوة هما اللواءان 19 مشاة واللواء 21 ميكا. اللواء 21 ميكا كان مركزه في عاصمة المحافظة، مركزها مدينة عتق، ودخله الحوثيون ثم انتقل هذا اللواء إلى معسكر العبر، وهناك يجري التدريبات استعدادا لتحرير المحافظة، بينما اللواء 19 مشاة يقع مركزه بشكل أساسي في بيحان.
كما تابعنا أن هناك من أبرز المحطات التي مرت خلال هذا العام دخول الحوثيين لبيحان في 27 مارس، في 24 نيسان كانت هناك وساطات قبلية، في 22 مايو استشهد المحافظ السابق أحمد علي باحاج في يعني بانقلاب سيارته بحسب المعلومات، في 7 يونيو تم تعيين العميد عبد الله النسي محافظا لمحافظة شبوة، وفي 8 يوليو كانت هناك معارك قرن السوداء وقتل 65 حوثي، في 9 يوليو رد الحوثيون بعملية قتل فيها 23 من المقاومة، في 16 أغسطس وصل المحافظ عبد الله النسي إلى شبوة ثم غادرها لاحقا إلى عدن. ينضم إلينا الآن أحمد العيدروس الناشط السياسي والإعلامي معنا عبر الهاتف، رئيس منظمة خطوات للتنمية المدنية. مرحبا بك أستاذ أحمد. مرحبا أخي. حياكم الله أستاذ أحمد. ما هو الوضع الإنساني الذي تعيشه محافظة شبوة وسط هذا يعني السكوت أو التخاذل إذا ما صح التعبير من قبل الحكومة الشرعية المنشغلة بالكثير من الأمور في هذه المرحلة؟ شكرا أولا عن الاستضافة. بطبيعة الحال استمرار الصراع منذ مارس 2015 أدى إلى ارتفاع في عدد الأشخاص المحتاجين من أشكال المساعدة. وهناك تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن هناك 400,000 من سكان المحافظة بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة، أي بنسبة 80% من إجمالي سكان المحافظة. هناك في واقع الحال في تدهور الوضع الإنساني متدهور في واقع الحال، وموضوع التقدم أو ما زال بطيء. فممكن نوضح الأوضاع الإنسانية في شبوة من خلال الأرقام إذا كان يسمح بذلك. طيب، ما هي أبرز أوجه المعاناة الإنسانية في المحافظة؟ هناك في معاناة في القطاع الصحي، معاناة في الغذاء، معاناة في المياه، في الكهرباء. يعني هناك إذا كان 380,000 يعني يشكون يعني لديهم مشاكل في الأمن الغذائي، وهناك أيضا 400,000 شخص بحاجة إلى المياه والصرف الصحي والنظافة. الصحة هناك يعني متدهورة، تبشي الأمراض مثل حمى الضنك، الحميات لا زال مستشفى عتب والمستشفيات الحكومية مستشفى نيفعة والصعيد ما زال يعني معطل، يعني بصريح العبارة ما زالت خدمات غير كافية المقدمة. طيب الوضع الأمني هش في محافظة شبوة في المناطق المحررة، أما في بيحان فلا زالت هناك العمليات مستمرة، العمليات العسكرية مستمرة، الأوضاع الإنسانية جدا متدهورة. أبلغونا أصدقاء هناك وعاملين معنا متطوعين، أبلغونا عن أوضاع إنسانية سيئة في ريحان حقيقة، وأبلغونا أيضا عن انتهاكات ترتكب يعني بحق المدنيين من قبل من؟ الميليشيات الحوثي أو حتى من أخطاء الطيران حقيقة. هناك في ضحايا من نساء وأطفال سقطوا نتيجة القصف الخاطئ للطيران. وايضا الميليشيات الحوثي ايضا هناك قتلت يعني مدنيين اطفال ونساء، وايضا في حمله اعتقالات مؤخرا امس يعني في حمله اعتقالات قام بها ميليشيات الحوثي في ريحان. نعم، طيب اسمح لي ان تبقى معنا استاذ احمد عيدروس. ينضم الينا الان الناشط السياسي ياسر الصائلي عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير استاذ ياسر. اهلا وسهلا عزيزي، حياكم الله. استاذ ياسر، يعني هناك انباء كثيره تتحدث عن تدفق الافارقه بشكل كبير الى شبوة ومخاطر ذلك واستخدام الميليشيات لهم كيعني مسلحين. هل ذلك مستمر الى الان في المحافظه؟ اي بس اعطوني فرصه، خلوني ارد على احمد الصالح.
حياكم الله. أستاذ ياسر؟ أستاذ ياسر صالح تفضل. أستاذ ياسر هل تسمعني؟ أيوة. نعم تفضل. كنت أتحدث عن هل لا يزال تدفق الأفارقة إلى سواحل شبوة موجود، وما هي مخاطر ذلك في استخدام الميليشيات لهم، الميليشيات المسلحة لهم؟ أستاذ ياسر يبدو أن هناك إشكالية في الاتصال، سنعود إلى الأستاذ ياسر لاحقا. أعود إلى ضيفي الأستاذ أحمد عيدروس رئيس منظمة خطوات للتنمية المدنية. أستاذ أحمد، يعني باعتبار محافظ المحافظة متواجد الآن في عدن، هل يمثل ذلك نوعا من الصعوبة في العمل بداخل المحافظة وإعادة الحياة بشكل أكبر لها، ويعني تنفس المواطنين بشكل أكبر؟ حقيقة يعني سأكون صريحا معك، نحن منذ أن قدم الأخ المحافظ عبد الله النسي إلى محافظة شبوة، نحن كمنظمة مجتمع مدني وقفنا إلى جانبه وحاولنا أن يعني نقدم مقترحات أو من هذا القبيل في يعني تطبيع الحياة العامة أو من هذا القبيل، برغم أنها محدودة، لكن حقيقة لا زال أداء السلطة المحلية بشكل عام أداء سيء ومتدني جدا، مما هذا يشكل خطورة لأنه يساهم في زيادة الأوضاع سوءا. وجود المحافظ في عدن هو يتابع على مشاريع قدمية أو حاجة، لكن حسب ما أبلغت من مدربين أو لم يعني هي لا زالت وعود، هناك وعود من قبل الهلال الاحمر الاماراتي ودول التحالف انهم اوعدوا انهم يقومون بمشاريع يعني اصلاح ما خربت الحرب، لكن كما يبدو انها وعود لم توصل الى يعني حد التنفيذ، فلما في شواهد هنا موجوده، فرغم المقترحات اللي رفعناها يعني انهم يهتموا بالقطاع الصحي بشكل عاجل، لكن لا توجد هناك اي حقيقة يعني ووجوده في عدن أو طيب يعني اسمح لي أن تبقى معنا. نعم بشكل عام إن أداء السلطة المحلية في محافظة شبوة لا زال متدني جدا، وهذا ما يفاجم الأوضاع. طيب اسمح لي أن تبقى معنا أستاذ أحمد عيدروس. يعود إلينا الأستاذ ناشط السياسي أستاذ ياسر الصايدي، مرحبا بك من جديد أستاذ ياسر. تسمعني الآن بشكل جيد أستاذ ياسر؟ نبدأ أن هناك لا زالت مشكلة في الاتصال. أعود إلى الأستاذ أحمد عيدروس. أستاذ أحمد، يعني كان هناك إعلانات من قبل الكثير من شركات النفط والغاز في شبوة عن توقفها سواء الداخلية أو المحلية أو الدولية، هل لا زالت متوقفة عن العمل بشكل عام؟ نعم ما شركة بالحق للشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال متوقفة عن العمل فقط متواجدين يعني فرق تشغيل، ايضا بعبله نفس الشيء متوقف العمل فيها وفرق لا موجوده فرق صيانه، تم ايضا تسريح يعني مجمل اللي العماله اللي من ابناء شبوه اللي في الشركات النفطيه ما يزيد عن 1300 عامل وموظف تم تسريحهم يعني وتم الابلاغ الاجتماعية في العمل. هذه بالنسبة لمكتب يعني هذه الإحصائية سيد أحمد، هذه الإحصائية من قبل من؟ نحن وجدناها عن طريق يعني نشطاء نجمع المعلومات، هي تعتبر إحصائيات عمومية. مفهوم. طيب هل هناك مؤسسات أخرى تعمل الآن في شبوة، مؤسسات غير مؤسسات النفطية أو الشركات النفطية؟ مثل ما يعني ما لا اي مؤسسات يعني القصد القصد كيف هو الحال التجاري في المحافظه التي يعني لم نعم متراجع يعني اليوم يعني بعد ما ابلغوني عملت استطلاع مع بعض العمال العاملين يعني في البناء يعني اخبروني انهم يعني منذ بدايه الحرب فكانوا يشتغلون يعني لمده شهر ويتعطل شهر شهرين،
فيعني متراجع بشكل ملحوظ. ليش هناك يعني نشاط تجاري حقيقي؟ ارتفاع الاسعار، ارتفاع الاسعار، ارتفاع الصرف ايضا بدرة المواد البناء او حاجه في نفس هناك، في نفس ايضا المواد الغذائيه. مفهوم. طيب تحدثت قبل قليل عن الجانب الصحي، وكانت هناك بحسبك وعود من قبل الهلال الأحمر الإماراتي، هل هناك أي يعني معلومات أخرى عن توفر هذا الدعم أو عن الوضع الصحي بشكل عام؟ الوضع الصحي، نعم، الوضع يعني بشكل عام الأوضاع الصحية في محافظة سيوه، يعني ما قبل الحرب هي متدنية، فعقدت الحرب وضاعفت وصادمت المشكلة أكثر. هناك في تفشي المنظمات في الحميات بشكل مشهور، في موجودة تم ترسيل يعني بعثة طبية محلية يعني دكاترة محلية من محافظة سيوه في المستشفى المؤخرا في عدد، إلا أن يعني طيب هل تنقل هذه المعاناة الإنسانية والسكانية من قبل السكان إلى الجهات الرسمية؟ من يقوم بنقل هذه المعاناة؟ لا، مشكلة أن يعني المواطن إذا شكى للسلطة، الارتفاع للسلطة هي تشفي حقيقة الأمر، يعني على مستويات عليا، يعني توصل إلى ولا أو ما فوق، يعني المواطن يشكي للمسؤول والمسؤول يشكي للمواطن، يقول لا لا في شيء يساعدكم، ويشكون للوزراء ووزير الصحة ووزراء آخرين، فيتفاجئون يعني هم يشكون أيضا. طيب هل هناك أي وجود لأي مكاتب؟ نعم أستاذ أحمد، هل وجود لأي مكاتب من قبل منظمات خارجية مثل البرنامج الأغذية العالمية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هل متواجدة بأي شكل من الأشكال في محافظة شبوة؟ بشكل عام بكل أسف لا زال وصول المنظمات الدولية إلى محافظة شبوة وصولا محدود، بسبب الأسباب ما قبل يعني تعود إلى سنوات، بسبب أن الإدارة الداخلية تحضر السفر المنظمات الدولية إلى محافظة شبوة بذراع دولية. حاليا نحن تواصلنا مع عدد من المنظمات المتفاجئة، فهم يقول لك نحن شبوة مستثمرين، لماذا؟ يقول لك الأوضاع الأمنية يعني سيئة في المحافظة، يقول لك يساعدون، لأن عدم تدخل المنظمات الدولية بفاد الأوضاع، تزيد وضع الفجر، تزيد الكبت عند الناس، ترجع الناس إلى العنف، إلى أيضا تتردد الخدمات، يعني الناس ما بتزرع في محافظة شبوة تردي الخدمات، الناس يعني تتقطع، تعتدي على الحكومة، تعتدي على الإغاثة، تعتدي، لماذا؟ لأن الأوضاع متردية، الوضع الصحي، الوضع المياه، كامل الأوضاع، يعني هي يعني أنا أرى أن عدد تدخل المنظمات الدولية إلى محافظة شبوة يفاقم من الأوضاع، وهذا يدفع الناس إلى أنها تطالب بطرق غير سلمية. شكرا لك رئيس منظمة خطوات للتنمية المدنية. نعم، شكرا لك رئيس منظمة خطوات للتنمية المدنية أستاذ أحمد عيدروس، كنت معنا عبر الهاتف. إذا مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. في الأخير لا يسعني إلا أن أشكر الضيوف الذين كانوا معي، الأستاذ أحمد الصالح الباحث والناشط السياسي، وكذلك العميد أحمد ناصر الأحول نائب مدير شرطة شبوة، وكذلك الأستاذ ياسر الصائلي الناشط الإعلامي الذي لم يتسنى لنا لخلل في المصدر في مصدر الاتصالات الحديث معه، وكذلك رئيس منظمة خطوات للتنمية المدنية الأستاذ أحمد عيدروس. تقبلوا تحياتي مشاهدينا الكرام، وجيه السمان في التقديم وبقية أفراد الطاقم التحريري والفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.